حاجة عندنا في الشابتر هي الميوبيا أو قصر النظر. زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت، اللي حصل هنا إن الصورة أو أشعة الضوء دخلت اتجمعت فين؟ قدام الشبكية. طيب احنا هنا ممكن نألف الأسباب من غير ما نخش على الأسباب. لو احنا افتكرنا الفاكتورز اللي affecting الريفراكشن اللي قلناها من شوية، هنقدر نقول عيان زي ده مثلا ايه السبب ان الضوء اتجمع هنا؟ ممكن اول حاجة ان العين كبرت زيادة عن اللازم، وده هو السبب اكثر انتشارا يعني في معظم الناس اللي لابسين نظارات وعندهم قصر نظر. ده هو السبب الاكثر انتشارا ان الاكسس اطول من 24 مللي. طيب ايه تاني ممكن يكون؟ ان القرنية او العدسة بقى عندهم قوة كسر عالية جدا، والسبب كده ايه؟ اما الريفراكتيف اندكس بتاعهم زاد وهم بيكسروا جامد فكسروها بدري قوي، او ان القرنية بقت الكيرفيتشر بتاعتها يعني بفرض ان ده الكيرف العادي بتاع القرنية، لا في العيان دوت الكيرف هنا زاد قوي كيراتو كونس اور وات ايفر بقى. فهنا طبعا الكيرف لما زاد قوي قوة الكسر زادت فاتجمعت برضو قدام. اذا احنا هنا الفنا كوزس من غير ما نبص، احنا لو جينا نقرا دلوقتي هيقول لك اما اكزيال مايوبيا اللي هو axis is longer than the average والindex myopia increase refraction power of the eye اللينس بالذات ال refractive index يعني ال refractive index ممكن يزيد. قلنا احنا معامل الانكسار ممكن يزيد بسبب حصل اي disturbance في الميتابوليزم، او curvature myopia زيادة في الكيرف في اللينس او في الكورنيا. في حاجة كمان ممكن نزودها بفرض ان العدسة ديت حصل لها dislocation anteriorly، يعني لو العدسة ديت كانت مكانها كده الأول. نمسح الحبر ده. فرض ان ده النورمال بوزيشن اللي احنا شايفينه ده، يعني الغوا الضوء اللي نازل ده، احنا هنرسم ضوء من عندنا دلوقتي. فرض ان الضوء ده كده عادي اهو، تمام ده كده نورمال. بفرض ان العدسة ديت بدل ما هي كده جت بالمنظر ده، حصل لها anterior dislocation. اذا الضوء هنا لما يجي يتكسر هيتكسر ازاي؟ هيتكسر قدام برضو بالمنظر ده كده. اذا برضو في الحالة ديت هيحصل عندي مايوبيا. ايه التايبس بتاعت المايوبيا؟ في عندنا سيمبل وبروجريسيف وكونجينيتال. السيمبل تايب بتاع المايوبيا بيحصل دوت اللي بيحصل لمعظمنا، اللي هو بيبدأ عند 14 سنة وبيبقى اخره ان هو يوصل ماينس 5 لماينس 6 ديوبيتر. الماينس دي يعني ايه؟ هنبقى نفهمها بعد كده، او نقدر نقولها كده على السريع ان هي ماينس 5 ان انا محتاج اقلل نظر الانسان اللي قدامي ده 5 او 6 عشان يوصل للعادي. يعني ايه برضو؟ لو جينا هنا احنا هنا اللينس او هنا قوة الكسر في العين دي باللينس والكورنيا قوية جدا، يعني مثلا احنا 60 ديوبيتر ديت هما النورمال بتوع الكورنيا واللينس ماشي، يعني الاتنين دوت دي 18 والقرنية 42. الستين ديوبتر متبرمجة ان هي تسقط الضوء على الريتنا، تمام. فانسان زي دوت المفروض ان طالما بقى في عنده قوة قادرة تكسر اشعة الضوء قدام الريتنا يبقى اكيد هي قوة عالية قوي. فالفكرة ان انا عايز اقلل القوة دي. طب اقللها بمقدار ايه؟ اقللها بمقدار 5 او 6، عشان كده بقول ماينس 5 او ماينس 6 او ماينس 3 بحيث ان القوة تقل فيبدأ الانكسار يتجمع على الريتنا بالظبط. والتفسير التاني هنقوله بعد شوية معنى كلمة ماينس في التريتمنت هنفهمها اكتر، لكن ده برضو ممكن نعتبره تفسير عشان يسهل علينا كلمة ماينس ان احنا عايزين نقلل القوة، القوة زايدة فعايزين نقللها، لكن برضو بعد شوية في التريتمنت هنفهم تفسير تاني للماينس والبوزيتيف. في النوع التاني اللي هو بروجريسيف، ممكن العين الفكرة هنا الاراوند 14 ده ان العين بتقعد تكبر لحد مثلا سن، يعني بيبدأ من 14 لحد مثلا سن 20 22، وبعد كده الدكتور يقول لك او انت تلاحظ ان انت نظرك ما عادش بيقل. يعني انت مثلا تبدأ من عند 16 سنة كده مثلا نظرك بيقل، تيجي بعد سنة تلقاه قل شوية كمان، بعد سنة عمال يقل يقل، فلما توصل مثلا 22 سنة او 23 تلقاه وقف ما عادش بيقل، وقف على كده. لكن في ناس بقى بروجريسيف ممكن يوصل لحد 25 سنة أو أكتر ولسه نظرهم عمال يقل. السبب في كده إيه؟ إن عينهم عمالة تكبر. إحنا قلنا إن من أسباب الميوبيا الأكسيال أنتروبوستيريور أكسس. فالفكرة إن أنت في 14 سنة هنا لحد 22 عينك بتوقف إن هي تكبر، إنما هنا في 25
لا الناس دي بتكمل عينها بتقعد تكبر اكتر من كده كمان، بس بتكبر ايه من ورا يعني. واحد يقول احنا مش بنلاحظ من قدام ان عينهم كبيرة، لا الفكرة ان هي بتكبر من ورا، من الفاندس، من القاع العين عمال يكبر لورا. يعني اللارجمنت في الاي مش بتبقى كلها كده دايرة، لا اللارجمنت بيبقى المنظر ده كده، عشان ما حدش يقول العين الكبيرة معناها اشوف واحد من قدامه عينه طالعة لبره، لا هو عين كبيرة معناها ان هي عمالة تكبر من ورا بالمنظر ده. ف في البروجريسيف بيوصلوا 25 او اكتر ولسه عينهم عمالة تكبر، فدوت بنسميه البروجريسيف، وممكن يوصل لسالب 25 ديوبتر. في الكونجنتال بقى اللي هو الناس بتتولد عينهم كبيرة، يعني على طول مولودين كده عينهم كبيرة، المفروض ان الطفل بيتولد ما عندوش اي ايرور ريفراكشنز، فاحنا بنلاقي الناس ديت عينهم يعني مولودين اوريدي عينهم كبيرة، فبيبقوا على طول محتاجين سالب 10 ديوبتر، بتبقى محتاجين نضارة كده، بس طبعا كبيرة بنضطر نعمل لهم حاجات تانية. فهي ديت الأنواع بتاعة المايوبيا. الكلينيكال بيكتشر يعني العيان ده هشوفه عامل ازاي. احنا طبعا ساعات كده بنلاحظ ايام ما كنا لسه نظرنا ضعيف في الاول، ان احنا لو خلينا بربشنا عينينا كده شوية او قربنا الجفنين من بعض بنقدر نشوف الصورة احسن. مثلا تكون قاعد تتفرج على ترجمة الحاجة في التلفزيون، ترجمة فيلم مثلا، ما انتش شايفها كويس وانت قاعد على الكنبة، لما تبربش عينك كده شوية او تقرب الجفنين من بعض تحس ان الترجمة بقت واضحة. الفكرة هنا ايه؟ مفترض ان دي العدسة كده. طبعا احنا قلنا الفكرة في المايوبيا بفرض ان ديت الريتنا، الريتنا في المكان ده، ونعملها الناحية التانية. نفرض ان دي الريتنا كده، انت عندك الترجمة بتاعة التلفزيون بتيجي، لان انت انسان عندك قصر نظر، بتتجمع قدام الريتنا قدام الشبكية. فانا لما بقلل او بقرب الجفن، بفرض ان ده الجفن الفوقاني قربته كده وده الجفن التحتاني، انا لما اقرب الجفون دي من بعضها الى حد ما الضوء بس اللي في النص هو اللي بيعدي، بالاضافه بيكون في شويه انكسار زياده. فلما الضوء بس اللي في النص، انما الضوء لما يكون جاي في البريفري هنا بيتكسر جامد، انما الضوء بس اللي جاي في النص يقوم ايه لحد ما بيعدي ستريت، لان احنا عارفين ان شعاع الضوء لو مر هنا في القاعده في البيز هيعدي على طول ستريت ما يحصلوش حاجه. فكل ما نقرب هنا قوه الكسر بتقل شويه، فالضوء اللي جاي هنا بيتكسر شويه قليلين فيتجمع على الشبكيه، على عكس الاول الضوء كان جاي من كل مكان. فعشان كده احنا بنشوف الترجمه احسن شويه، صحيح بنشوفها اقل او يعني بنشوف المساحه اللي احنا شايفينها قليله، لكن الترجمه بتكون واضحه. الناس اللي تركب نظاره وعندها قصر نظر هيفهموا الكلام ده كويس. تاني حاجه ده طبعا منظر الفيجن، العيان اللي عنده ميوبك اي بيشوفه. هنلاقي عنده ديفكت في الفار فيجن. لاحظوا هنا المنظر، دي مثلا واحده قريبه ودي الطفله البعيده ديت، شايفين المنظر عامل ازاي؟ بعيد مش شايف حاجه، لكن قريب بيشوفه كلير جدا. تمام، برضو ممكن نفسرها على اللينس، ادي اللينس كده وادي الشبكيه. فرض الشبكية هي البوردر ده، تمام. انا قلت في المايوبيك ايز الصورة بتتجمع قدام الشبكية كده، طيب بفرض ان الصورة قريبة، الصورة هنا قريبة كده، الصورة قريبة هتخش على العين هتتكسر، اول ما تتكسر مش هتتكسر يعني قريب او كده، لا ده هي داخله بسرعه قوي او قريبه قوي، فتقوم قوه الكسر بتاعه اللينس يا دوب بتكسرها حاجه بسيطه بحيث ان هي تتجمع على الريتنا بالظبط. انما الاجسام البعيده ما تيجي تتكسر بتتكسر قريب، الاجسام القريبه ما تيجي بتتكسر تتكسر على بعيد. عشان كده نلقى دايما الناس اللي عندهم قصر نظر وهم بيذاكروا بيقلعوا النظاره، لان هم قادرين يشوفوا قريب كويس، لان اجسام قريبه بالنسبه لهم بتتجمع على الشبكيه كويس، انما الاجسام البعيده بتتكسر بدري فتقوم تتجمع قدام الشبكيه. هنلاقي عندهم حاجه بنسميها الذبابه الطائره او الفري ماسكا، لكن طبعا هي المنظر ده اللي قدامنا يعني ما بتبقاش بروجريسيف قوي كده،
هي بتبقى مثلا نقطة أو نقطتين في كل عين، لكن ده طبعا يعني حالة ديفلوبد قوي. الفكرة في الفري ماسك ايه؟ احنا قلنا يا زوا الطائرة في فرق ما بين الفري ماسكة والفيكسد ماسكة. الفري ماسكة عمالة تتحرك مع النظر، يعني انا طول ما انا عمال احرك عيني يمين وشمال، او حتى لو ثبت عيني، هل النقط السوداء ديت عمالة تتحرك كده كأنها عايمة في المية بالظبط، رايحة يمين وشمال كده بالمنظر ده. طبعا الناس اللي عندهم الفري ماسكة متخيلينها اكتر لان هي عندهم. طبعا هي مش دينجرس او حاجة، او مش محتاجة اي عملية، ما بتعملش اي حاجة. هنفهم تفسيرها ايه دلوقتي. الفكرة فيها ان احنا قلنا ان العيان بتاع الميوبيا في الغالب بيكون سبب الميوبيا هو ان الاكسس الانتروبوستيريور اكسس كبير. طيب انا لما يحصل عندي ستريتش بالمنظر ده، الفيترس هنا لما طبعا الفيترس عمال يحصل له ستريتش، العين بتكبر والفيترس بيستريتش، فالفيترس ساعات بيستريتش فيحصل ايه؟ تيرينج، فيه يتقطع في المكان ده ويتقطع في المكان ده، يتقطع بسبب ايه؟ التيرينج ده. الفيترس ده عامل زي الجيلي، فانا لما يحصل عندي تيرينج يقوم يحصل له ديجنريشن ويتجمع فيه الكالسيوم. فالكالسيوم لما يتجمع هنا يعمل عندي نقط سودا او بيضه واتيفر، تبدا بقى تتحرك مع حركه يعني الفيترس. الفيترس ده عامل زي الجيلي، فانا لما بوقف النظر الفيترس عامل زي الجيلي، فنلقى الحاجات دي جوه عماله تتحرك كانها عايمه في جيلي بالظبط بالمنظر ده. عشان كده بقولت ان هي تحسها عايمه في الميه. دي طبعا صورة تانية لميوبيك اي، شايفينها نير فيجن شايف كويس، لكن فار فيجن مش شايف حاجة.